ها يا فطوم، الله اللهم صل على شنو ما محمد تروح وآل للمدرسة؟ محمد. شلون بالله احنا ظل نقابل النتيجة وقاعدين؟ رحت ماكو ايش حكي بابا، هسه احنا اعترضنا اعترضنا والله كريم، بلكت يصير الاعتراض. روح روح كل المعلمة، انت اعترضت ذاك يوم المعلمة موجودة، روح كل لها. يلا هسه نروح نعترض، شو نسوي؟ جيبيها. يلا ابقى هنا بعد، شو نسوي؟ ها شلون ترقعها هاي؟ صارت 3 ايام ما مداومة، من هنا وجهنا بانتخابات وماكو دوام. احسن. هلا والله حبايبي الحلوين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زين. طبعا اليوم راح نروح نعترض على الدرجات مال فطومة. شوف شلون تفر بالقلم هاي، تعرفها. اليوم راح نعترض ونشوفكم النتيجة مال فطومة النهائية، وان شاء الله ان شاء الله يعطونها 100. ابقوا يانا يعني وخلنا نشوف الاعتراض. هسه تروحين ويانا ولا لا؟ ليش؟ حاليا متجهين الى مدرسة فطومة، وهاي شويقي وهسه يجي حسوني وراح نروح نشوف الاعتراض. ابقوا يانا يعني وخلنا نشوف نتيجة فطومة شو راح تصير. كلكم منتظرين نتيجة فطومة وتعديلاتها، هسه ان شاء الله بالتعديل تصير 100، وانتم تفرحون وهي تفرح. طبعا لحد الان هي ما مداومة، هاي شغلة. الشغلة الثانية بس نستلم التعديل مال النتيجة مالتها، اخذهم قبل للمكتبة واشتري لهم اللي يريدونه خلال 30 ثانية. طبعا راح اخذهم للمكتبة واسوي لهم تحدي خلال 30 ثانية، كل واحد يشتري بكيفه. طبعا مشكورين شباب ما قصرتوا، اللي كتب هاشتاك تعديل درجات نتيجة فطومة، واللي تفاعل ويانا بدرجات فطومة، واللي بكى على فطومة، واللي خلى لايك، واللي خلى تعليق حلو. طبعا مشكورين على تفجير اللايكات الحلوة، انتم ما قصرتوا والله سباع. نريدكم دائما بهاي القناة خلونا لايكات وتشتركون اذا ما مشتركين، وتخلون تعليق حلو. شباب مو تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. طبعا بعد ما رحنا للنتيجة قدمنا الاعتراض من الخميس، اليوم لقينا المديرة وما قصرت المديرة، الله يبارك بيها ان شاء الله. فهمت موضوع فطومة وحزنها، اعطتها اجازة الايام اللي غابت بيها. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ طبعا ما راح احرق الفيلم عليكم، راح ادخل الفطومة وراح اشوف النتيجة. ابقوا ويانا وخلي نشوف شنو ردة فعل فطومة بعد ما راح اسوي بيها هذا المقلب. انتظروا المفاجأة، تعالوا وياي يمكن بعدها بالاستقبال. هلا فطومة، شلون شبابة؟ رحت للمديرة انا سولف لك، قلت لها فطومة مقدمة اعتراض. ايش قالت؟ قالت فطومة هاي مو خوش بنية. مو خوش طالبة، لان شنو؟ لان تتمزعل وهي مو نتيجتها، وهي ما تعرف تقرا. شلون اعطيها انا 100 وهي ما تعرف تقرا؟ صدق تحكين؟ والله كل اقرا صح، بس انا الكلمه صابتها جاوب. تقول اكو اشطر من عندها، اكو طالبات يقرن بسرعه. وين حافظات الدرس؟ تقول من اللي قال لك حافظات الدرس؟ هن يقرن زين. تقول هسه انا مثل شطيها زين. تقول هذا الإسلامية، الإسلامية مطيتها 100، لازم نعطيها 95، خلت وتشزتها وسوتها 95. معقول احنا؟ بابا اخذت 88. ايش اسوي لها؟ النوب قامت تنقص بالدرجات مالتك. قلت لها انقلها، قالت انقلها، هي مو من مربعنا. قالت يعني انقلها بعد، ما اريدها فطومة. شنو؟ وين انقلت؟ وين؟ ها؟ هسه لو ما محترضين مو احسن؟ ما تشوياك؟ ليش احترضنا؟ لو قابلين بال 96، الرياضيات سوتها 85، والاسلامية سوتها 95. حرامات خربت الدرجات كلها. مو درجتي. وهسه شلون؟ ما اريد اداوم، القلة ما اريد اداوم. تقول خلي شد حيلها بالفصل الثاني وهسه تنجح. شد حيلش بالفصل الثاني. والله اخذ درجة زينة بس هي ما تطلع.
فطومة المفاجئة حطت لك بالعربي مية. دموع غالية علينا طبعا اليوم الاعتراض وحطت درجة مية الفطومة. شلون المقلب حلو؟ تستاهلين المية لو لا؟ ايه. ها؟ والله شلون النتيجة؟ مية بالعربي بس الانجليزي 84. ليش؟ لان عندك اخطاء مو صحيح؟ انا كتبتها صح. ايه. راجع مصحتي كاتبتها غلط. اي هذا خطا من عندك. لو كاتبتن كلن صح هسه كله ميات. زين؟ شو تقولي لهم بالفصل الثاني؟ ايش تاخذ؟ ميات كل. كله ميات و110. والمديرة قالت السباعية فطومة وحبابة وتستاهل وشطورة. بس شلون هالمية؟ ها؟ قالت هاي المية ان شاء الله والتعديل الشهر الجاي اذا تاخذ مية اطلعها من المتميزات. ها؟ وورا العطلة قالت اكو هدايا لكم. زين؟ هدايا كلش حلوة. شنو مو قالوا لكم على الهدايا؟ وقلت لها هسه غايبة ما تقدر تجي. قالت ما يخالف خليها وان شاء الله بالسادس هم هيج. زين؟ هسه كيفتي؟ هسه بعد تداومين؟ قلي لها شكرا للمديرة فرحتيني. ان شاء الله اكون عند حسن ظلك. سوي لها هيج منصورين. كله ميات؟ كله ميات. كله ميات. كله ميات. بالفصل الثاني ان شاء الله كله ميات. ما نريد اعتراض وما نريد تهجي. زين؟ ونريد دوام حلو وشطور. اوكي؟ يلا هسه شنو؟ انتظرونا بالفيديو الجديد مال الهدايا. من يجي حسوني وشويقه نروح نسوي هدايا. اذا عجبكم هذا المقطع وفرحه فطومه خلي لايك واشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس. باي باي. باي باي.